السلام عليكم. كثير من الألعاب القديمة كانت رهيبة وأسطورية ولنا ذكريات حلوة معها، ولكن مع تقدم التقنية والرسومات ودنا نشوف ألعابنا القديمة المفضلة لنا برسوم جديدة ورائعة. معكم عمران الحازمي، وفي هذا الفيديو راح نستعرض لكم توب 10 الألعاب ودنا نشوف لها ريميك. في المركز العاشر عندنا لعبة Ape Escape، وكانت أحد أجمل ألعاب البلاي ستيشن 1، وكانت فكرتها حلوة أنك تحاول تمسك قرود، وايضا القرود لهم مستويات وبعضهم من الصعب انك تمسكهم الا باساليب مختلفه، وايضا متعتها في التجسس وانك تحاول تمسك القرد من غير ما يحس فيك، وكمان عندك ادوات تساعدك على القبض على القرود، ولكن في قرود يشيبون الراس وينرفزون. واللعبه هذه بصراحه كانت ممتعه وما شفنا لها جزء جديد من فتره، وودنا نشوف لها ريميك. في المركز التاسع عندنا لعبه كاسلفينيا سيمفوني اوف ذا نايت، وكانت من احد اروع الالعاب على بلاي ستيشن 1، وايضا كانت اول جزء في السلسله تتحول الى اسلوب المتروفينيا. ودنا نشوف اللعبه من جديد بشكل جميل من ناحيه الرسوم والمناظر، وايضا بعض الاماكن الجديده ودنا نشوفها في قلعه دراكولا، وايضا اللعب شخصيه ماريا اللي ما كانت تقدر تلعب فيها الا في نسخه السيجا ساترن. في المركز الثامن عندنا لعبه جراند ثيفت اوتو سان اندرياس. سلسله جراند اجزاء رهيبه وكل جزء له جو رائع، لكن سان اندرياس كانت فيها لحظات لا تنسى، والشخصيات والبطل اللي في اللعبة جوهم جدا رهيب، والقصة رائعة، وأيضا شغل العصابات جدا فلة. أكيد حلم لأي محب لهذه السلسلة وده يشوف ريميك لها، وتخيل الرسوم والجرافيكس يكون زي الجزء الخامس، وكمان لو يكملوا جميلهم يسوون لكل الأجزاء ريميك. وفي المركز السابع عندنا لعبة سوبر مترويد، واللي نزلت على جهاز سوبر نينتندو، واللي كانت من احد اجمل الالعاب على الجهاز، ودنا نشوف لها ريميك لانه اصلا من زمان ما نزلوا جزء جديد وحلو، ونبغاهم يسكتون بتصبيره حلوه مثل انهم يسوون ريميك لسوبر مترويد ويضيفون عليها كم منطقه جديده وايضا كم فكره حلوه. في المركز السادس عندنا لعبه سايلنت هيل، اللعبه المشهوره بسبب رعبها وعالمها المخيف، وكان في امل اننا نشوف جزء جديد، ولكن مع الاسف الشديد الغي الجزء، ومدام انه ما في جزء جديد من احد احلامي اني اشوف لها ريميك، وكمان يضيفوا بعض الالغاز الحلوه في نسخه جديده لانه الغازها كانت جدا ممتعه، ونتمنى انه ما يجيبوا العيد مثل ما جابوا في نسخه الاتش دي. في المركز الخامس عندنا لعبه سوبر ماريو بروز 3، من احد اجمل الالعاب في التاريخ، وكانت تتميز عن باقي الاجزاء السابقه بامور كثيره مثل ثمانيه العوالم المختلفه الجميله، وايضا الباور ابس، وايضا المعارك الرهيبه ضد ابناء باوزر. واذا كانوا بيسوون ريميك بيطلع شكل العوالم البيئة بشكل مبهر وجميل، وايضا اتمنى يضيفون مراحل زيادة وايضا عوالم جديدة على نسخة الريميك. في المركز الرابع عندنا لعبة فاينل فانتسي الجزء السادس، اللعبة اللي معظمنا بدأ في السلسلة وكانت تحت مسمى على السوبر نينتندو فاينل فانتسي 3، واللي ميزت اللعبة انك تلعب باكثر من شخصية وكل واحد له ماضي خاص فيه، وايضا يعتبر من افضل اجزاء حبكة للقصة والحوارات. في المركز الثالث عندنا لعبة داينو كرايسيس 2، كانت من أجمل ألعاب الأكشن ضد الديناصورات، واللعبة كانت ممتعة من جميع النواحي، وأيضا أشكال الديناصورات المختلفة كانت رهيبة، والأسلحة خرافية، والشخصيتان رائعة، وأيضا طريقة شراء الأسلحة والذخائر كانت جدا ممتعة. ودنا نشوف لها ريميك بعد ما السلسلة ماتت بسبب الجزء الثالث الفاشل. في المركز الثاني عندنا لعبة كرونو تريجر، واللعبة كانت فيها أفكار جديدة وقتها وطورت في عالم الار بي جي، والقصة كانت ممتازة، والموسيقى كانت جدا رائعة، والشخصيات مرة محبوبة. نظام القتال كان خاص فيها، وهو 3-1، وكان فيها وقتها ضربات جماعية، والمميز في اللعبة انك تقدر تروح للزعيم الاخير من بداية اللعبة، بس طبعا ما راح تقدر تفوز عليه. وفي المركز الاول عندنا لعبة Resident Evil 3، واللي كانت من احد اجمل اجزاء السلسلة، واللي محلية هو النمسيس وبدخلاته المرعبة، وودي اشوف بلاط من النمسيس بجودة HD، واتمنى انهم يتقنون الريميك مثل ما فعلوا في الجزء الاول، نشوف بعض الاماكن الجديده وايضا فجعات النمسيس تكون مختلفه في الريميك عشان الواحد يعيش تجربه جديده. وكذا نوصل لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، اذا في لعبه ودك تشوف لها ريميك وما ذكرناها في الحلقه اتمنى انك تكتب لنا اللعبه في الكومنتس، وايضا لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه. كان معكم عمران الحازمي ومع السلامه.